بيان باسم شيوخ ووجهاء ومثقفين ناحية الحميس إلى الرأي العام. ومن منبرنا هذا نندد بالمؤامرة الشنيعة التي سلبت القائد حريته الجسدية، حيث يحاول صانعوها وبشكل ممنهج إجهاض مشروعه القائم على الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم، ويسعون من خلال اعتقاله إلى خلق مظلمة تتوارثها الأجيال، تجذر الكراهية في القلوب بين شعوب الشرق الأوسط وترسخ الطائفية بين أبناء الأقليم والبلد الواحد، وتشحذ دوافع الفرقة والأحقاد لتحقق مصالح الدول الرأسمالية التي تسعى لاستعمار الشعوب واستعبادها والاستيلاء على ثرواتها. ونرى أيضا أن هذه المؤامرة الدولية قد طالت السيد أوجلان، لأنه عرف طيلة تاريخه النضالي بمناصرته للمرأة، وبترجمة رؤيته الاستراتيجية بخصوص قضية حرية المرأة إلى خطوات ملموسة ومشاريع تقدمية غير مسبوقة، نلمس نتائجها الواضحة في الثورة النسائية التي تشهدها منطقة شمال شرق سوريا. كما إننا على قناعة بأن فلسفة السيد أوجلان بخصوص المرأة تشكل الأرضية المتينة لصياغة الحلول البديلة فيما يتعلق بقضايا المرأة وبكيفية معالجتها من الجذور. وعليه فإننا نطالب الدول والحكومات المعنية والمنظمات المنصفة والشعوب المستنيرة بأن تؤازر أصحاب القضايا العادلة والحقوق المشروعة، وذلك بإنهاء هذه المؤامرة الدولية المغرضة التي لا تفتقر لأي سند شرعي وقانوني، بل هي اختراق سافر للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في العالم والمتعارف عليها. ونطالبها بوقف التداعيات الممنهجة ضد السيد أوجلان خصوصا وضد قوات سوريا الديمقراطية عموما بدعوى الإرهاب. ونؤكد مرة أخرى إنه قد آن الأوان لهذه المسرحية الهزلية التي يتكسب من ورائها المتآمرون أن تتوقف، وإنه آن الأوان للجماهير أن تنصت لصوت الحق والحرية بالعمل سوية على إطلاق سراح القائد أوجلان واسترداد حريته الجسدية المسلوبة منه منذ ما يقارب ربع القرن، أعمالا لمبدأ الحرية ومبدأ العدالة التي تنادي بها وتنص عليها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. الحرية الجسدية فورا للقائد عبد الله أوجلان، الخزي والعار للمؤامرة والمتآمرين. المرأة حياة وحرية. تل حميس في 24/12/2022. عاش الأخ القائد أوجلان.